يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في إنكار المشركين باسم الرحمن وردهم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن المشركين لم يؤمنوا بتوحيد الأسماء والصفات؟ ببعضها، لم يؤمنوا ببعضها، ما هو كلها، لم يؤمنوا ببعضها، وأيضا ما هو كلهم يجحدون الرحمن، إنما هذا في قريش في الحديبية، الذين جاءوا للحديبية لصلح الحديبية. نعم.